بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأن جر كتاب سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم ردوبة كتاب رنين الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العز الحنفي أكمل في الأولى صلاة الحضري من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بإمنة غير صحبه وشرع الآذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب. شيخي وانا ليه اللي اندرسيني مروا كمو موضوعي قرتي عرام باللابات أشرهم كاني والتجرى فرطم الرجنا، فجاء ضيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين وداوم فيها ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. أكمل ناكم الفتي في الأولى أي في سنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. قلنا قراك إيسا هجرة إيسا صلاة الحضر صلاة دينما ورجرو كما سافر انتهيني كان كاملش نبيك صلى الله عليه وسلم أكمل إن كاملش في الأولى. قلنا قراك إيسا كهجرة سهر جاني صلاة الحضر صلاة دينما ورجرو صلاة دينما سافر أبتي متي صلاة دينما ورجرو كمقيمة كان كامل النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما جمع ايجيني النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ندلت النبي صلى الله عليه وسلم الى الجمعة مدين ايجو مغرتي ان هجره مدين النخي ايجسون باللوات. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما جمع ايجيني صلاة الجمعة ندلت أجلسون كاملك فاسمع شخص خبري دبتي فاسمع خبري وذوثي شخص وانا الشاقيني أكمل إن كامل فتي أكمل إن كامل نبي كان في الأولى أي في السنة الأولى فلقناها وانانيني صفة لموصوف محذوف لنا يجوني أكمل إن كامل شيء نبيك صلوات ربي وسلامه عليه في الأولى أي في السنة الأولى قلنا خرا صلاة الحضر صلاة دينما مقيمك ونمر جرو صلاة الحضر أي أكملت صلاة الحضر وي يجوني فصارت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4 دراني ركع علم لم دلثني. أما يجي نبيك صلى الله عليه وسلم قلنا خرا كام هجرة إني مدين قد نفه تنام كامل شيء صلاة الظهر لو لما تان ظهر عصر عشاء تاني مغربا في صبح انتوخني يوم من بعد ما جمع ايجين جمعة ندلت من بعد ما جمع اي ان صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة انما كانت في المدينة بعد هجرة اليها الا ان جمعة ايجو مني هجنا مدينة قد نف بالله جمعة ايجو سوب الله نبيك صلى الله عليه وسلم. وقبل ان يهاجر اليها كان صلاة الجمعة تقام في المدينة. نبي قدوب صلى الله عليه وسلم صحيحين أمنا عائشة حديث إمام البخاري قباسته إمام البخاري مسلم سين قباسته أنا عائشة رضي الله عنها قالت
فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى، أي صارت الثنائية التي هي الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، وبقيت في السفر ركعتين على ما هي عليه قبل الهجرة. وأنا تومنا عشاني حديث إمام البخاري مسلم قباسته فرضت صلاة ركعتين، قاف دركاني صلاة دي ركعة لملمة واجب سن يجوني ركعتان في الغداء ركعة لمتا صلاة صبح دولة ديرم يو وركعتان في العشي ركعة لمتا عصر دولة دولة ركان ايجدو نبي كان صلى الله عليه وسلم هجرة اني مدينة نديمي كيني مكة ديمي ترم صلاة دي اما افر فرطوشن ففرضت اربعا وي الرباعية تام رباعية تانا لملمي ربوسن صلاة دي أمو مسافرة أكم خرها غير لكسن وترك صلاة السفر على الأولى أكم خرها غير لكسن يجور أكم قاف خراكاني كانتوشن يسين مالبانا ظهور عصر عشاء أما يجي ركعة عفر فرطوشاني يسين أمو وقت سفري كان وبقيت في السفر ركعتين على ما هي عليه قبل الهجرة أكم كاني ركعة على مرد أول إلا رسق ربين كان سبحانه وتعالى رسق ربين كان ربوساتي كان ربين كان واني جالاتو اخ رخصه اساسا انما كان وان انما رزق كان لنا ابويا اقد فنين كان جلاله رب سبحانه وتعالى سن جلاله اقد فنين جلاله اكل جلاله اغا فرائش سجدتن كواجب سجدتن اكل جلاله ترافو نما اقوم جهلين كجتوني رخصه ربي انك نيف يو تانغ غريم بين اقوم جهلين سجدو دوب شقي وانا لي اكمل انك عملت في الاولى اي في السنه الاولى كان خراكيسا نبيك صلى الله عليه وسلم في ساعة الأولى من هجرته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الحضر صلاة دين مقيمة كورجره من بعد إيقي ما جمع إيقين جمعة دولت نبيك صلى الله عليه وسلم إيقين جمعة دولت إلا صلاة دين جمعة لين بعد هجرة كان يقلوا فيه فاسمع لقي فاسمع خبري دبيتي لقي دبيتي لقي يتوني سماع فهم وقبول شاقت يلقى لقيتيف ما لقاني متي لقيتيف فهميتا والرفودة ثان تعبر الرفودة ثان تقلبيها كي ثان إيه وقبول تأقبلا دوبا الشيخ ابن كثير ولا دي نبي ربي دوب صلى الله عليه وسلم ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء فلان من قباء أنتنا إيه ستو قديمة وجرى نبي إن ارتفاعته إساني وهو راكب ناقته القصوى إسان قباته وذلك يوم الجمعة وياس لنجو يا جماتات أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف إسارت ديمو قستان كيسا حبيدي سرت ديمو وقتين نقم نبيجي فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك أرد له الشيء في دار بني سالم بن عوف أرد له المسلمين تي في وادي يقابل ولا نيم وادي رانونا لنا دو فقال لها أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بالمدينة أو مطلقا جمعة قرأت النبي إن مسلمين تدل كيسة سنتات نبي إن صلى الله عليه وسلم ما إناني لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع إلا أني أرنتي ربي بيك وانسي نبي كيف صحابة إن دين لا يوزين أغسين والتروفتو مكة أغسين والتروفتو شاعرت إسلام إلا بيت صلاة دين توني وما يعذب شاعر الله زكانا ثقرتوني صلاة دين توني صومي حجينا ثقرتوني شاعرتي ربيت أك شاعرتي سمولت قدوفني مولي مكة دين دينيو حتى يقيموا بها جمعة ذات قطبة وإعلان بموعدة أغرتات ما إنا شدة قال دين قدوبة نبيك علي تمتيني نبيك صلى الله عليه وسلم لي بسيرة تركخب دوفو نبيك صحابان سنو دين دين إيقم دوم مدين دوفر رنتي دوم بالله ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بعد أسهم بنا إني جاري المسجد مساجد جاري نبيين كين مسجد النبوي مساجد جاري إيسا تجار في قباء فلا قرتي قباء لن منطقة قباء بيكن ومسجد المدينة مساجد ساكة مدينة لين جاري ومسجد المدينة مساجد مدينة لين جاري الغراء مدينة إبسيتو إتا إبسيتان سوري جار نبي جي مساجد يسي تأبسيتو إيه ألغى الرأي تأبسيتو وأنا دوب شيخ الأرما وأنا تي مجرو نبي جي نجي لسون سين مال خبات فاستيقر أرنتي نخبات تان نبي جي كان صلى الله عليه وسلم أرما وأنا سين نما
ثم بعدها سمرا إن جاري المسجد مساجد جار في قباء حافظ قباء إن كسرت جار النبي كان صلى الله عليه وسلم وين أرموان سينو أعمال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي أجيل سات نقبتي كو قرقرت مساجد جار النبي بناء مسجد النبوي مساجد المدينة كان جار النبي كان صلى الله عليه وسلم أجيل لما جوت نقبت قضوا كين أجيل لما جوت نقبتي على خاو بين المهاجرين والأنصار وينو بوليان توج مهاجرين تيف أسارتي بيتها ثواني أنين العلاقة الداخلية ده قرب بيتها سياسة داخلي ومتى تك من مديسي ثلاث أشخاص النبي صلى الله عليه وسلم تلا بدي لما يسو لكن مساجد ديار تلا بدي سيد يسو ثاني فوده معادتهم على اليهود هشيس كين يهودي ولينني إني لا بيجي نشين لا بيجي كان صلى الله عليه وسلم بيتها وانك ديما فول كاسن ديبرني يسوم شرطي قبل تاني إلا الرب وارد ادفع بالتي أحسن الرب سبحانه وتعالى إلا الذين ظلموا منه وجا قرا قرتي شيسك نبي أكني فرد كاسيل الفرق اللي كاسين دم نبي أن فرتي سن فرق لي أمو لكن اللي بنا يلا نبها نبي كان شيسك سيرين نبي كان صلى الله عليه وسلم دو ور ور رشيداتي يسو توك سبا فجرات قد يم توك دفتي ثم بعد اسم بنى المسجد مساجد جار نبي كان في قباء قباء ثنا ستة لغات كجل الشاقين المد والقصر على وزن قباء صحراء أجر قرتم أجر ديري أجر إركسان أجر إركساني تناك يجير يو كان قرتم أجر بابسان قباء رني فرة أما أجرته أجر ما لا ينصر يفتوشان يفي أجر قرتم ما ينصر يفتوشان إن ما أنت لما ما ينصر يفتوش في قباء يده إيه منصر يفتوش أمر مات في قباء يده تنتج لغة لذا نشوفها كي يجردوب نبي يندوب صلى الله عليه وسلم في قباء أرتها قباء أرتها قباء أجده دوب نبي صلى الله عليه وسلم وبنى ثم بعد أسهم بنى إن جاري درسي نوتن دراثيني ثم بنى المسجد مساجد جاري في قباء قباء كشت يا نبي جين أما قرتي في قباء قباء أرتي يا نبي جين صلى الله عليه وسلم حافد قباء كشت يا يجون أرتي يا نبي جين صلى الله عليه وسلم مساجد بيكتا ما فلا مساجد هلا لا مساجد بيكتا مركز عبادات أما اللي مركز تعليم تي مجلس قرتي مسلمين تي نصيحة إيشي مصالح إيشي فلا أوفاني في مساجد دين تي نتذكر طول السنة ودقم وما أول الفقراء يعني مسلمين تي نبي الله محمد الصحابة سام مهاجرين تيني ورسل أفطوري سام كيسا جباي كمن أمورا كيسا بيراجي أي ربي عليك جباتي فلايسين أكرت بولتسون كاسون قبض أكسا أكرت فلا يعني مساجد نبي الله محمد دور أصحاب الصفة حتى علم الدين كتاب له راقرت كتاب له راقرت آداب المسجد مهمة دي سا مساجدين مهمة دي مساجدة مساجد دو مهم زمان كان أمنا مو آخر فتوك يسمو برضو وجهه، وجه كان سعد دولة كذا بكذا بدايده. مساجد رسول الله كان دوب صلى الله عليه وسلم مساجد جار في قباء حافظ قباء أن كسر تجارنا بيجين، ومسجد المدينة الغرائي مساجد مدينة لنا جار مدينة الغرائي تيبسيتو تيبسيتو دوبا وجين قرأت نبيين كان قبض وجه نرتع جاي ما تقاطع سون نبيين صلى الله عليه وسلم في دار بني عمرو بن عوف مساجد بركة خبر أن خارج جار. مساجدك نمكا مسجد قباء دان كونني المنطقه المعروفه الشيخ وهي تقع جنوب المسجد النبوي مساجد النبي كده مدينه كارا كوفر سابوتي حافظ دنتونين مسجد قباء انا مر ارت كوفر سي درمو منا انا رقم ولا لقبي بستة كيلو كيلو متاك تقريبا اجها اغسل غرجله مساجد النبي تي في قباء قباء كونين قفص النبي دي جاركان نبي ربي دوب مساجدان بالله نبي كان صلى الله عليه وسلم دو وان سين سغر سيفت وهذا يدل على ان الواجب ان يكون المسجد هو اول اهتمام المسلمين اهتمامات المسلمين او مساجد فست امور المسلمين سين قبطو مساجد نيتو غاب دو ريكا يارو نغ ربا دي او جاكان غدو فام اولا جارتي بيدي الله اكبر او جاكان حافظين دو كونتو قبط مساجد يارن نحن كسلام اسون او ون قرا كبر كبل اول مساجد تو ون ريكا مساجد تا ulbida asarto diinti tuni masajid ka salaam ga dhaqab tarafu kufara munafiqin tif wani qiba qab tuftan maanta ulki masajida fuuti
مساجد أفكارتي هل كيسي ور مساجد تحرير أخيارتي أولياء الرحمة أول كي تفوت زمان كي عندك إلا مهمة دي مساجد قبلي كان ها نبي جندوب صلى الله عليه وسلم شيخ ابن كثير ولا في البداية والنهاية نبي جند ربي وجه نجا قبته نبي جند صلى الله عليه وسلم فاستي أقرتي دارتي الذين أحافظ بني أمر بن عمر ما قبر ما قبوي فلان ما أقرتي قباء أنتن وين هاي ألكان دك دمي لما وين قدو كل سدلي غير لني كلني وياتن وان وان جا مدة أتن أهل السيرة عنده قط والخلاف موسى ابن قباء لني نلث قيا سدية ألك سدية أما لكني نبي جند ربي صلى الله عليه وسلم أقص أقود هاي ويجي لما رجلا نبي جندوب صلى الله عليه وسلم فلان قبائل أنت بعدها سني من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة نايرة غير تكل نايرة أرمدوا مدة النبي جند ربي صلى الله عليه وسلم مسجد القباء أساس لال بس أجد زائد فضل يقام أغرت شرف يقام لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين ها والله يحب المتطهرين آية سورة التوبة دوبا ما دام مفسرين تيني يسيني مسجد النبوي يقام قبا يسين تولكركركا ولقبت آية حديث إمام مسلم حديث إمام مسلم وما لدي يسيني أنه مسجد المدينة يو واسع طول المدينة تغري يسير رأيته نبي يندوب نجاري ومسجد المدينة مسجد المدينة جار مدينة على غرائي إبسيطان صلوات ربي وسلامه عليه نبي ربي بوصنا من ربي فلان بيت فلان فلان بيت مرتي تاكنا ثان جول الأنيني مساكين تي ور جول أنت أقول تي ها و تاير أنيني سهيل في سهل لنا غلامين تيمين لنا في حجري أسعد ابن زرارة صحابي كان ترك عقب أقرت على سطر تيفت أنا أمرك ربي الله نبيك أن بركة ناقته صلى الله عليه وسلم هنالك هناك أرتيفت نبي يدوب أرتي تجار مساجد كان هكذا مول البخاري كي قلوف وجار سكان نبي راقب تفرت صحاب الله كسي الأنباني ينقلوا معهم الله بلا إذن بلوكيتي وان كان أغرتي وراء والينقورن ويشاركهم في بنيانه وان سنة أقب مساجد جارتكاني اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة يا رب أجرك في ثوابي أجرك في آخراتي كدوغا رب أنصارتي مهاجرين تنحرش أكنتاتي أكس ينقورتي كان قبل كي تدك أكرانها بيتا قبل كي هوشي كعملاتي وجاء إلتو هنفا كأغرتي مدي جارانفا وجاء كرافان ومامي تدن ومان إبيا أمتولي بنا من دبل ثم بعد أسهم بنا إن جاري من حوله مساجد جنا ليس إن جار نبي صلى الله عليه وسلم من حوله مساجد مسجد المسجد النبوي مساكنه من النساء جار ثم بعد أسهم أتى وان قد نفي من بعد بعد ما تنمى نبي نجار من بعد بعد أن مساجد نجار سني في هذه السنة قلني كان كيسا أقل والدقو من نصف الذين سافروا ورا سفري به كهجرة به نسكي سوار دقو قلوف قرم سفري بات إلى بلاد الحبش قرلا في حبشة حين هاجروا قافسين هجرة بات الهجرة الثانية يقول سلام النبي ورانا تقلوف أرانتي بوتام قالش بيتا كتابة تشعركي نذمي دروس تسلا قدو فردو كراثات يقول نوغا جمعي شاقين قلت نوغاقب ثم بعد أسهم بنا إن جاري نبي كينا من حوله مساجد ساكنة مساكنة من النساء جار من النساء جارات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ربي من نين كنني كأغرتي حجراتين بيكن وني بيكن حجرات دن فلاثنا كأن مساكنة إركنا شاقي روا إن تجرو قافس من نيني ندين لغدو تنجرتو نبي قرأ إن جار أي مسكنا لسودة سودة لارك أباني متى لارك أباني أقفستي أكرت نمو فور نسي بعدهم منا خديجة سودة جار إيجسنا ملهم منا عشرة تكذان متى ثم مسكر الآخر اللي عيشة رضي الله عنها استعدادا للبلاي بها أما إسي أما أرتفوروا فر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سلة
مرة كم وقت سافتو حاجة أريد تلسين دفتو أكسو بجاردو بسانا قرتي ملاك ملاصقا لمسجده صلوات الله وسلامه عليه إذا مسا إنسان متنسو مرة كم أكسين دو منين دو قاتا ملاك أفر أخر سلمان بالله إمام ذهبي وارده نقدين أقبل أقرب ينكي صلى الله عليه وسلم أقني مرضو قرتي من سغل النجار لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم برى له تسعة أبيات حين بنى المسجد ولا حسب انسان ولا فعل ذلك اغلب منهم برا مش كسم الاقصى انسان امام الذهبي ما لنا انما كان يريد بيتا واحدا لسوده ام المؤمنين رضي الله عنها ثم لم يحتج لبيت اخر حتى بنى لعائشه في شوال سنه 2 اجي ام عائشه نفورت جيفو راكس قال لهم بيستو دوب رسولك صلى الله عليه وسلم دوب شعرك بيتك كتاب ندمي فكانه صلى الله عليه وسلم بناها في اوقات مختلفه اردت دوب ارشفك كانت يقول على لي وقتي لي بيتا اكك كان بيجي نجار صلى الله عليه وسلم اختصار للروض الانوفي للروض الكتاب انا ارتش الرئيسة كتابة سيرة ابن هشام يوكا اكمل لي كما في سبل الهدي والرشاد كسيك كجبت جزء سيديستو شاقي وار الاملمي نبيجي دوب صلى الله عليه وسلم منين بيجت التواضع منين قرقو دوكرا ثيمتي وهي مساكن متواضعة أكس هذا بالمفرد كتاب المبرانة ما تقرين كاني هذا المفرد كي قرقو في إمام البخاري إلا أن كتاب منين أكس إرو ثيمتي ثم بعد أسهم برا إن جاري نبيين كان من حوله مساجد ساكنة مساكنة منين ساجار إتبطس ثم بعد أسهم أتوا أنت قرقو فيه من بعد إيغسوني في هذه السنة قرني كان كيس قال نوم لما يستوى هنكيس وانت قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أقل من نصف الذين سافروا أقل واردقه من نصف الذين سافروا ورسا فريبه نسكيسي وان بيت نسكيسي لاردقه سنتي قالوا في ورسا فريبه إلى بلاد الحبشي قرلف حبشة حين هاجروا قافوا هجربات إن بيت الهجرة الثانية إن بيتاني نهر قباني درسيسوني من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبشي يجون أقل واردقوا من نصف الذين هاجروا هجرة أنتم تامي الهجرة ثانية هجرة لما يستو إلى بلاد الحبشة إلى أن قافسوا نور قباني درسي نور قباني حيث قال عددهم نيفا وثمانين نيفا وثمانين رجلا إيري سدي تامي ويدي فيه وثمانية عشر امرأة لأن كل سدي لأن فلان كسره رابر دوبان تغاني كان إباف تقسيم والتنقب ورسو نسكي سي وانا ردو قوتا قرتي قداشا يو كاسي نسكي نسيس لغام ليب شانتما ايو يو كاسي شانتما واردو قوت قداشا تقلوف نبيه قلوف اقل من نسف الذين سافروا نسكي ورى سفري باية قرلا فحباشا باية واردو قوت قلوف اقل واردو قوت نسكي ورسون نسكي سي الان فلالا موجه لاباني ليب بسلا شانتما 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 لي واردو قوت شانتما ردو قوت وان شتمل الدقوق قد الشيء تقلوف نبيه قلوف أكاسا تشوف الأم شاقين وفيه قنسون كيسا وفيه قنسون كيسا مقال لما يسلو كان وفيه أي في هذا العام العام الأول من الهجرة وفيه قنسون كيسا كام خلاك هجرة عن كيسا كاين قلوف المدين آخا أبوليان توشي أشرف الأخياري أخيارتي أولياء الرحمن نمير شرفتي نمير شرفتي قابو أشرف الأخيار أخيارتي كان شرفتي قدا بين المهاجرين مهاجرين تيفي والأنصار أنصارتي دوسيو بوليانتوش نبي صلى الله عليه وسلم وفيه قنوم كان كيسا آخا وبوليانتوش أشرف الأخيار أخيارتي كان شرفتي قابو كان شرفتي قدا بين المهاجرين مهاجرين تيفي والأنصار أنصارتي صلوات الله وسلامه عليه نبي ربي ما رضوا بليان توج أكسي ولا خارقات على المواسات أكسي ولا حريرات أكسي ولا عاود كليذهب عنهم وحشة الغربة دبدي سين قرتي ليتي أوكاني فقاشان سين رفقاتو كا كيسموما كقاري من مدي أكسي أرتي ترابتو كارتي سين باتو إلا ورس مهاجرين تين ورا ومفارقة الأهل والعشيرة ورا قرابة جيتي هي الكسي من أمونا لفلا كفتي ولا جيات كذوب ونسون سين بدي دبدي فشان سين دبدي فتسونين كاشين اتش فكرتو اكشين رابدوف كاين اكني رابل لي سونا بين كان كانتوج الى امورتي ويت امورتي وحي ربي تنديمتو ويشد بعضهم من اجر بعض اخ غمشي قام كاني مرطوسا اني جاب يوسف نميكا مو شي والجبش توف
ابن القيم ورد رحمة الله تعالى في كتاب زاد المعاد كتاب زاد قيمة قبل كتاب سنين مروق سيدا دوبا نجوزة سيدستو رب جوزة سيدستو جاتمي سدي صفحة ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكاهو 90 رجلا أنهم سقلتما دار تسحابي رني أنس بن مالك أرمان نبيدين وبلين تشيء والتين قلوف مهاجرين تفسارتي سقلتما يقولوني نصف من المهاجرين ونصف من الأنصار نس قمتوا مهاجرين تقمتوا كليني فلالما قمتوا كلين أنصارتي نبي ربي دوب صلى الله عليه وسلم وبلين تش آخى بينهم على المواساة أكسين والحريد كسين والعاويد يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام أكسين دوب والدالتو بعد أن يكون دوئل له أكد الوطات النمو للدالة دوب أكد جاسوني نبي ربي بليان تشي أكسين تكسين والدالتو أكد تيسين قبسيني بوتوتي إلى حين ها إلى حين وقعت بدر بكا نعددين بدر ثاني سين بوتوت أولكي يوم البدر كان نبوت أولكي سنبوية ناني ربين قبوسي أكسين والدالتان كانيمتي وأول الأرحام والألات بعضهم قميسي أولى إريتانا ببعض من قمكان في كتاب الله كتاب ربي قصد يسي والتانا ربي سبحانه وتعالى دوم يشوب البانا رايق المقتوم كسا وانا دي خد التوارث إليني أم شخينا مولو مالي خد عندي بسني التوارث والآلان كاني إلى الرح إلى الرح أغرتت والآلان كا وبلو اللي مني والله أنت قرّم ده بسنا إلى الرحم قرّ الله ده بسنا قرّ الله شديد شديد بسنا دون عقد الأخوة أحد يبلّن كي يشسكي وبلو اللي مديتا مهاجرين تبى صار تاني ده بسني أكد الله تاني والله أنا أكشي قبوي رد في خد التوارث أكم كتابك يا مقر قال تاني ده بسنا نبيك أما قرّ ترى بيني ده بسنا قرآن قبوي سه إلى الرحم أكد الله تاني والله أنا قرّ الله تاني بسنا دون عقد الأخوة هشيسكي أما بلنك وبلويمي تهجرة إيو أنصار مي ثاني كيسا أعرف تسونش جمان سون جمان سونس جمان إيه سورة ده بساني أما كان الله أكن الله سين ولا لاين أعرف أنتي تونغ بدو دورنا مو كسي ولا لاين أكا مهاجرين تي فسارتي نبيك رو بليان توش أكسي ولا لاين دوبا أمور تان كيسا أنصارتي أمور تجابتين غلوفت أعرف ربي سبحانه وتعالى شرف كيسي في كرامات ربي سبحانه وتعالى وانا في ربيع الخامس قال المهاجرين دي برشيد امور تبو مهاجرين دي دور 90 اقربين النيل والذين تبوؤوا الدار والايمان والمدين قبت من قبل المهاجرين دولت ورسلني يحبون من هاجر اليهم نم قد هجر ابوه كان جرات الرب ولا يجدون ان درمت ان غرت في صدورهم قلوب تسكتي حاجه ابر نغرت شده ومره نغرت عليك مما اوتوا وانا ورسلني كنت وان ورسوني كنني كدورا نيف كاغرتي سين كنذوف ككنني في وما راه نغرت شانو ملتينت الرب ها مما اوت وان كنني ويؤثرون عند اورتي على انفسهم نفتي سي ورار عند برشيد الرب ورار برشيد كوفي وارو في الرب القبض ورقاني ده برشيد ولو كان بهم خصاصه اوتو غاجيدي حاجه انت تفي ومن يوق شح نفسه نمي قد عنمدي في بخيل لم يدي نفتيسه إرادورا كربيها إلى عليه كربي الأرجوم سأرجعتك فأولئك هم المفلحون ورسوا ورلبان الرب سبحانه وتعالى ربي قد علم دي نمة أترب نورا قبلنا هلاقي نمي أجي بخيل إيري تأي رب توتا قرتي شوحة نفسي ده إيجي ندوب حتى كان الواحد من الأنصار يتنازل لأخيه من المهاجرين عن نصف مالين إيجي وان قلوا في صحاباني نمتو كأنصار تنكمتكي وبلوسا كمهاجر كاني اوريسا فلان مجر ابي فلان فلان ابي دو فلان كناف فلان مجر كنا بغرت كم تو كان كنايدين شنتما شنتما غير فلان ديدي شنشن ديبا شنتما 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 جاء تاب صدوم وصدوم وانا جايبك غدو في انس بن مالك وانا دي عبد الرحمن بن عوف غدو في مدينه غدو نبي ربي عيسى في سعد بن ربيعه الانصاري وبليانتوج سعد دوبان دروكاي تتلبي نو بليانتوجني عبد الرحمن عوف في سعد بن ربيعة أوريكي يا فلان من أبي فلان ذكو سيجي نوغا ودين أجا فلان من أبي فلان ذكو أوريكي ها يو وريكي أي ناسف أهله وما له ندينتو لما لالا دي تهري مدعو توكسي لكسا ما جعبتها لالا تي أوريكي اللي فلان دي بافني بيوسين تات نسكة فلان عبد الرحمن بن عوف ذوالي بارك الله لك في أهلك دير لال ميت صدق الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه
أوريكن كيتيف بارك الله لك في أهلك وران كي رباس بارك يسوع يا ومالك أوريكن كي أنا نملامي نا 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 نجيت حشمنا نجيت دلني على سوق سوقكم نجار سيسن أنا بعشراتي نمي بعشرات جاب عرتي إيه سوقي نجار جاي نبر سيسني فربها شيئا من أقد وسمن وأني قريبة حيقول يا لمات قعد مايو إذا توايتي في قبلنا قعدت مور واي بعشراتهم بيكا نجار قريبة حيقول نانا ديفو ديو أقص مات مدين نبي قريبة بدو برك فرعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر نبي قريبة بعد أبو جاله واي عبد الرحمن تدين إسا بيكتا وعليه وضر من سفرة إسا على ركى قفص تكسي عديني على ركى ربولته برك برك رأي ركى كركن رأيب سكان نبي قريبة إن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن عبد الرحمن وما لين لا كم جد بيت أنا مروسان بيكاني دو خالص أول بدلتي قال والد يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار إن لو تأسرت فوري ني تأسرت فوري قال والد فما سقط فيها مال التباسد مهر سي مهر نبيك مهر قافة الآن فوتي بيت مهرة أكا ما انت نما أولي مالي جنازة فوتي لي مهر مالي قرنوبة نقنامت فقال والد وزن نوات من ذهب وان بيت أقيم أقا قرتي يعني ميزانيسي أقا تمرت كوكا كذهبا سمك النفل سم هرك النفل فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ربي وعليني أقرأ يلا بهني أولم ولو بشاة وطن نفك ريك تاتي واليوم الأخصي نافا أوليسي أنا انت سنب ويدوب وفيه قال نسوم كيسا آخا أبوليان تشي أشرفوا الأخياري أخيارتي كان شرفتي قد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين المهاجرين تي فلان صار أسارتي ثم بعد أسوني بنا إن جارتي بابنة خير صاحبه صحابة سكر خير كودة كان انت لسافور وشرع على آذان آذان كله إنجدي شرع كرادج كراباس فاقتدي به نبي قسم تلالا لأثين نيو نمتوم بطنين كان هوي شريعة نبي قبول دبتيني متي فاقتدي تلالا دي به نبي قيل لالا أرما شاكي دوبان نتي مجرو إلا أني خير صاحبي إذا بيكتا ربي تقران قصة ما متي إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن صاحب ساء دي ربي نيم نبي قيل صاحب ساء أبو بكر صاحب لغات أكون رجع بانك شيعة نمو أبو بكر في عمر في سيدنا عثمان أجرت عمر في أبو بكر في أمنا عشر جبت إيشيت شهادة أنتي شش هذا ودي ربيت ورانا مساجدة مساجدين قري كامن ربي أخيار تون قري بل مساجد كان دكون وعدي دبنت وقت يوم صلاة الصبح دي لمن تكرتير عندو وانا نامي وانا نتي بنا رانتي أمورتي لا جايبة وانا سواحي جات كرتن يو الوري غاري كسلامان تنا مخالين أو أجرت يا كنا سدينتي فهميني قامي غاري إسلام خبر غاري لك تكوي جر وان كان أجر إلماني سيتو أنت ركاب شيء عاف من قلته سوف أني ورا هندي دو توان سنا من بين وان قاتل ما هم قرتي مدرسة أي قرايو دوم سومالي ورا سلافتو أفان كنا غاري كيو كان سومالي وانا ديني أروح يقعد يحضروا يقعد شيء عنو مدابتي يقعد جولته مدرسة سانجيز تفورا لا نادرني نرى لك سوم شيء عن وانا ميل ما تجاه فدومت شرتي ثم بعد أسهم بنا إني جاره إني جاره ذي بإبنة خير صاحبه صحابة ساكر قرق قبو إنت لسافر نبي قنك سنو جاره يومي يتشوني في سنة الأولى من الهجرة قلنا خرا هجرة سير رجع قلنا خرا كيس أكسونا قرتين ناظم كي يكون دورات جماعة من أهل العلم اللي ولدت وجماعة من أهل العلم أكشاقين دورات كرامتي وقيل في السنة الثانية قال لهم يسوع هذا نبي دوب صلى الله عليه وسلم ثم بعد أسهم بنا إنفوده إن جارته بابنة خير صاحبي صحابة خير خير قد خير خير كغب أبو بكر الصديق انت لسفر نبي كان صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة رضي الله عنها وارضها واجعل الجنة مثواها وشرع الآذان آذان كراباس وشرع الأذان نبي كان صلى الله عليه وسلم أذان كجدي فاقتدي به إتلال النبي يقول قوها أتا مو سندو سندو بتا كون إتلال النبي يقول ربي كمان لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة
نبي الله محمد كيوان سيده اتلا لك انسك عشان طريقه سنه صلالته سنه اشرب بن ورسيسنا سبحانه وتعالى ومتلوغ بدي ارمتو امنا عيشه نبي لك كفول اتقر ارمتو بدي تقري يسي كان يسي جا كفول كان يسي كسالي من كسالي مال الله دوبره غبي فقمت امتى ام زبان كان يو لفين غري قلت تبر قلت يسي كان يسي تربص ديد ايمان علم دين كقديما كمكن تخت دربي كان تخت عمر عشان دوبك غافا ما انت من سجاران كان وكان عمره اذاك 9 سنين كان سجل جير اكسا هناك امام البخاري مسلم كان دوف عمر عشان رضي الله عنه والدته نبي ربي نفودت وانا بنت 6 سنين انا غنك جهه كان نبي نيدت غافيت ان كان كتني كحان فقد من المدينه مدينه دون دوبه وانا خبا في بني الحارث ابن خزرج ارمى خبا ان كانت ارمى كان ديري في سنه تلابت عمر عشان تو دخل كنا قاعدين في فوضى نقطة. إذا كسي كان كنا يجتمع مال ما قرمت يوم تام كم منك يا مدينة تجارة منك. إذا حرارة دينار موجود. أرتي أنا قد نفت. أرتي شيء إنه فاتتني أمي أمورمان أمورمان أنا أرتي شيء. إشي ما يتجول له ويني لفي أرجوحة وني ما أنت لما يجول لهني وليني. أعرف تكرت فتاة كالا شيء فش ولين هو هو فيش دشوا كان دوفو كان. إيه قالين أنا. يا غاليسون انا وباتا وكركان ومعي صواحب لي ككركانا نغدو في تاتي يو كان نمر سي جاراني ميتا فصار خط بينا تجيت فار بجيت ماشين كنت جاي فاتيتو انت غدو فت لا ادري ما تريد بي واسن رافيت بك تاني امنا عشان يولي وما بجو بيتا دبي يولي كان دي كاجول وني تبا تامتري فاخذت بيدي اركن خبدت ايغن دوبا اوتو وان كوم قمني حتى او قفتني على باب الدار من دون الأب تذكر نقدمته من دون الأب يوم كان بيت أنا دنت ديار أب كذي أريد بس أنا تقول وكلام فوق هذا ما لمي فوقي ليك يا شو أنا يا لاقي دينوف تملا ثم دخلت إلى الدار من كنا كيت أول ثاني في تفكار أنا خاني بيتها فإذا نسوة من الأسرة في البيت نديني أسرة تقول من مجيوت فقلنا على الخير والبركة قديال أنت لتن وعلى خير ظاهر فأسلمتني إليهن ندينتها لكن تتم العتري فأصلحنا من شأني أما ندينتها من أقصد التمر عشان يقول لك لا يفلم يرعوني ولدي من عند لك كيف كايتون جرتو كذا نفع شيء إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى نبي محمد نبي ربي تنا كسرت وجمع لحديك أم غواريك فأسلمتني إليه أما أنت من نكاي لم وأنا يوم أيدي منت 9 سنين أنا سجال جرك كام غني سجالين سجالي كنا نبي كنا نخلي تمر عشان رضي الله عنها الله أكبر إيه ما ألتري تنسى وشرع الاذان نبي ربي اذان كي جدي يچوني اغا مانت نم اذان كي ان جدي كان دراني لين وقت اكرم الله لا يو وقت ان غدو رياتو كان غرتي صحابان غدو مساجد دو بسايدن كي كان كي وان غدو في وجاء في الصحيحين علي بن عمر عبد الله بن عمر مسلمين تيني غاف مدين غدو دكاني ولما غدو توف وقت صلاه دوبا غجاو يان كامل كي دوبا قر دو كرم دو لاتان اي وقت غدو تجمعون أكيد تام يقول عليه ولد قد نفتم وقت سرادي أما يرادوبت إيه ويا ويا كم يكير رادوبت دورا ولما قد نفاني يا كلمة دولا ثان نبي قال يوانا إنت بوك يا أمير أفن ناقوس لاني قرته واني ما أنت لما قبل لك يا أمير نصران أنتك أو خوود كان قال لي وانا تبوك تها سناقوس تلهم بوكني كم أنت لما قرته كيهودين تان سيدنا عمر وانا ده نمت بفتني كسلاد دي آدم نبي قال ربي مالك يا بلال قم فنادي في السلاد لم جايد خوكو أبدا سيدنا بلال سلاد دي آدم إذن تك الشهابة كيسا عربتي انت ينكا نبيب نكا نبيكتا سلوان الفارسي ما شكاي سيب الروم شكاي كيشون كامان تنام قرى أفريقا هانتي كأحباشا كاما قرتي أفريقا قرتي صحابان قد دني عربتي ما من صحابين قرتو إلا عربتو ورقو ورقو قرتي دينتي محمد دغه دو فلو دو دين تي اخوات نم گوجا خان عربتي ما خاده يفانه ديريسي منافق لمدي في جاهل لمدي كجير يو وان دين تي كمر سان بي يا عربتي فافارين دان اريا ساتي مي دورغون ها اتو لما ترى اذن كلام سيدنا عمر بان كوني اصلاه جامعه غنير سادين انت ولت رفاني ولت كوتا تكرثم بانم لك ايگين دوبا اتو لما اذن كين دوفين كان ايگي سون دوبا اذن كي نيون غباب سنو عبد الله بن زيد ارك اوجو نبي ربي تيم
لفدي لي أجرتي أذان كان نجاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أجرتي إنه بسوت نبي قرر دواء الدوبة وجودني إنها لرؤيا حق للرسولك إنها لرؤيا حق إن شاء الله وربنا أوجو حقيقة وين نبي فقم مع بلال بلال من الله جدا بلال بن جدي فألقيها عليه إربوس رجكسي برسيس يجوني إن هذا موتي فليؤذن بها إن هذا موني ما فإنه بلالتي عند صوت منك سر قرط عتك سائرة نمسر قوم قابو بلال دو مؤذنين تلي أقدورها ثاني أقدورها تنتس أقرت مؤذن المدي اللي نمر جسم ملف أقدورها ثاني أرتكاء يوش قافس دو بقرتي أذان كي معروف عن جديد يعني وارد دو بثم بعد ثم بنا هنا جارتي نبين كنا إفود بيمنا تخير سابه صحابة خير خير قب أنت لسافو أبو بكر الصديق وشرع الأذان أذان كله يوكا وشرع الأذان وأذان كله جديد قافس شرعيا فاقتدي به تلالا وانو تبو جوي تام يتوني جنم خراخ ريتو جشاقين في السنه الاولى من الهجره ما دام علمي قال لي السنه الثانيه شنو تجور فاقتدي به تلالا الا فهو امام المتقين وقدوه المؤمنين تلالا يقال ادم كي ديبسي وجا مو ادم كي نادمي اكن ركان قول يو ان مو ان ندي حي على الصلاه حي على فلا ندي ما له تجاسون لا حول ولا قوة إلا بالله أكد بيرا بيرا قلوفت صلى الله عليه وسلم إمام البخاري ربي جهف قراني ستكتلوا في الشاقين وغزوة الأبواء بعد في سفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر وانا الشاقين أرمام وانو بالله وجره دولان كنا بيجين ندول دولمات كنسا نبيه صلى الله عليه وسلم أتو دوبا دولمات كنسا سينا دولتي وانا غرتي امالي اغنو دو قبره دو جنتي مداخسون اهميه دي غرتي برشيتي براتان دو لماتي نبيك انا مهمه دي قدر يو فائده شي قدر وعدم فائدتها اكشق انو وانا لني وغزوه الابواء فلا ابواء لني دولانك نسي بعد ايغسون ايش معنى يجون دولبات كلام نبين كأن دول تامان ترى أبواتهن إني إيجي سونام يجون أعتقد عندك جكام يجون غنسون كيتات يجون في شهر سفر وي من السنة الثانية قال لهم بيسو هجرة رجل غزوة ودالنا إني وغزوة الأبواء فلا أبواء أن دولان كسي كان بيجين دوله بعد إيجسوني أي بعد ما ذكروا في سفر كيتات سفر كيبوت يجون في سنة ثانية وي في شهر سفر أي في سفر في شهر سفر جي سفر سو كيبوت قنس لما يسوه جلال رجل غدوة ودالرني يو كسن إليه وهو موقعاني متجاورا فلا لم تاقرته جيران كتا ولتا متناقب دو وغزوة الأبواء فلا بوران دولان كنسي بعد إيجسوني في سفرة جي سفرة لان كيبوت هذا أرتاثم أرانتي سوى قو خبات هذا أرانتي تنا أكمان تستي مجران كان قو خبات هذا هذا يتوني تهم قن لما يسوى ستي مجران تن أكنا قو خبات وفي الثانية الغزو اشتهر يتوني وفي الثانية وفي السنة الثانية قل لما يسوى كيس من الهجرة الغزو دولمات كيني كان بقي إنه دول صلى الله عليه وسلم اشتهر عن كده هيو إن بيكا ميجو فلا كمو دقاني يجو مسلمين تينا مان ترام ورد بيكتا قوة قو كإيري قو كما خاقو كصداتا كرا كان تات مسلمين تين ورا كرا كان تات وانا دوم شاقيني وفي الثانية أي في السنة الثانية قال لما يستو كيسا قال لما يستو كيسا الغزو دولمات كن صحابان نبيك في صحابان دولته اشتهر ام بيكم تيو يوچون اگر تفلاك بون دقان ام بيكم اشتهر ام بيكم الى بوادن بواد تسين دول ثم بعد سوني الى بوادن بواد تسين دول ثم بعد سون بدر تدول بدر تولم قدو ثاني متي
بدل الصغرى وي جو كان بدل الأولى لني ووجب وان واجبه تحول القبلة قرقل شيتي قبلة قرقل شان بيت المقدس قرقل شاني كعبة ديبسان أرانتو سنو واجب يتوني بوت في نصف رجب جيام رجب إلى نسكي ساكيس كنا نشانا سا كنا نشاني كان كيب بوت جينو نشعبان كي خران وين نوكنا رجب وجاده وانا نشاقيني إلى بواد ثم بدر ووجب يجوني ثم بعدها غزا عنده لنبيك إنا صلى الله عليه وسلم إلى بواد بواد الدول بواد بواد الدول نبيك صلى الله عليه وسلم سنت يعني نبيك صلى الله عليه وسلم ثم بعدها سني بدر بدر تدول يجون ثم إلى غزوة بدر الأولى وي بدر ينتون بدر بدر الأولى يعني بدر خرطان بدر الصقرة يعني دقطان يجوا أرنتونني في شهر جمادى الآخرة إلى جي ما أنت لما بالكويلة تنكب بوتنام ثم بدر بدر تدور بدر بدر الصقرة يعني يقام إلى بدر الأولى يعني شو تدور نبيك ووجب يجون أكتر ووجب ووجب وان واجبه يجون واسق ناتك أبوه تحول القبلة قرقل شيء قبلة قرقل شان سنت بوي قبل يوم بوي رانتين سنين وان واجبه كسقنا هذا تحول القبلة قبلة قرقل شان بيت المطرس دي بساني كعبة دي بسان في نصف رجب جي رجب إلى نسكي ساكيس وركا ساكيس في نصف رجب جي رجب إلى ني وركا ساكيس بوت أهل العلمة والقلام الشاقين أن تحويل القبلة من بيت المطرس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية من الهجرة. أجر أنتي سنسيني قال لما يستوك هجرة كسين بود. المدينة ما يقتولن خلاف للشاقين. أنتي سيوم بودر قبل واقعة بدر الكبرى. أتو دجالك يوم البدر قدان كان يبون دولة أنتي تنبود. نبي كيف صحابة ديفت عشيني ديفت بيت المقدس سين فول ديفت كارا ديبساني كعبة ديبسان. أبو لك ما شو تقول خلاف المدينة. ولكن يتخلفوا في شهري جيسيت والخلافت قال في ديبسانسون إني فقيل في شعبان أيضا وقيل في جماد الآخرة بالكويغن أيضا وقيل في رجب أيضا شعبان كي يوكان صغنر خراك سنتا أكدو وقالتين هذا ممكن إني إني وهو قول الجمهور جمهور تنا موزي مالت أكمان تنا يقالتين شاقي إني كان رجب تسين حافظ بن حجر وايدي في الفاتحة جزاتي قال تحول في نصف شهر رجب قال تحويله في نصف شهر رجب من السنة الثانية الله صحيح الشاقين أكس صحيحة صون القرائد قال لما يسوق إيش أكس وبيه جزم الجمهور الشاقين حاكم اللي مستند صحيح ابن عباس وقص يا مانت لما كروا مانت هم شاقين كان بقى يسرو ما بانوتي ورمي وغزوة الأبواء دولان كيني أبواء فلا أبواء النبي نتدوله صلى الله عليه وسلم وغزت الأبواء بعد إيجسون أي بعد ما ذكر ويانه في سفر كيتات قلت رمى الجنة نبي صحابان لفاقاتنا ما تندول قال ديني مكة كي سلام قباستي أما اللي اسمه فانم قلوف فتنا الشيد ديمان وانا نبي قف صحابان ميت نبي قف صحابان ميت أرمت دوبة ربك قال وذرا الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نار رزق يعني في ربنا ورا دقال لما نيكو كفار رات يفتشوا ذا لبكانا أجسين دقال لهم ما ينال سرابتين بأنهم ظلموا يظلمني من شيء كسباساني لا في شيء كسباساني رب عبد الله واني عباد ربي نادى لبن أم نار رب رزق سبحانه وتعالى وغزوة دوب غزوات كونني ما مهم بدي دولان كلان نبيك صلى الله عليه وسلم محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري البدري والده إسماعيل ابن محمد قديم البغدادي قرأت في كتاب الجامع لأخلاق الراوي أرمان والده إسان إسماعيل ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص الزهري البدري قال والد كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك كان والده أبي أبانك والده
يعلمنا كانوا برسيستي دولانك نبي الله محمد ويعدها علينا كانوا حسابته يجوني ها ويعدها علينا كانوا حساب أجانا إيه كمال الدلال يو وسراياه دويا ليس إلى لونك إنك زجر ويقول كأرت النبي جيني يا بني يولثي يو ويقول كأرت يا بانكي محمد بن سعد بن أبي قاسم تلبيته الزهري المدني أبانكي كأرتي هذه دولهم كفار دولان كونني أركم كفار تفرج دولان كونني كفار دفاع كونني ما أثر آبائكم شرفت أبوتي ثاني شرفت أبوتي ثاني ما أثر آبائكم لحال أبوتي ثاني كسر نالت فلا تضيع ذكرها حسكي سين ضيعنا إمامة سيتيف برشيدي سيتيف أكسن دالتني ورهن تلالتن نضيعنا بلسنا ولا ورسوت ورقو جهر أنتين زيد العابدين أغرت إني ليني عن زيد العابدين الأني علي بن الحسين ابن علي والدي كنا نعلم كانوا برشي سنتان مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه دولان كسا كان نجدرو فيه يو دويا ليسا سرايا إلى يو الغزوات الأني دويا لي نبي كان سنجر دي كا أغرت صحابة إذن كي باساني خلا من كان سنجر سرايات إلى سريع الأن إذن كمو نبي كان جروا غزوات الأن كما نعلم أكل برشي سنة السورة من القرآن كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن أكل برشي سنة دوبا وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم عديدة دو لانك النبي نفوله نوغل منا وارك مثل غزوات شارك فيها صلوات الله وسلامه عليه دو لانك نكا جرت كصحابة إنش مشركي شرئين نكا جرت رقمتك من بنفسه إن نويو ومن وارك مثل بعوث دولانك بيت عيدنك باسن كعيدنك يرجن إيه وسرايا دويالة لما شارك فيها نبي كنزير سنت رقمتك أكن عفوا نوبل مو بين قبل شيخانك وارسين وريته أنا بيساق السبعين روانة دي قلت ولا اللي زيد من أرقام صحابي جليلة روانة دي كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كنا بقام دول زيدو قال ولا 19 كلني سجل قلت ولا كم غزا أنت معه أتنا ما وقام ولين جيت سان نبي ولي سب وانا دخل وانا 17 قلت تربة 17 غزوة ما هو البخاري قباسي إمام مسلم لنا قباسي مش وسخي وانا قلوا وجا في آخر قلت فأيهم كانت أوله كم ذو الجن قال وانا العسيرة أو العشيرة كان دوبة وانا الشرقين حافظ بن حجر وفي وان بانا دي كلاني سكر وان بانا دي دولان كي نبي ربي صلى الله عليه وسلم إنك يجور رفتسا دقال كي أول كي مبوران سواء قاتل أو لم يقاتل، أول كم بوران أم بود بانانوجو، كان بين كجير بانه، حافظ الحجر أم يسافر عن كاي، أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر وارده، وين ده خمسة سنين، تريدين دولان كنا بيجين دوله، إحدى وعشرة دقدام توك، سألك إنسان صحيح، أسألك إنسان ما مسلم كاتي، أكررتي زيد من أرقام إني واني بلادامي، ذكروا ثنتين منها، اللهم كل إنسان قال لي نمتي، كلهم دقدام توك توج. إنا لما ترى بافات أو عدى الغزوتين واحدة يقاني لما كان كسر أكاك من كان توجيني ولتقى به أما لكن ابن سعد التوسع إني وين قبس يزيه دول لنكنا بيجي إني بايك إني كجرو 27 دقدامي تربو توجيني أنا تسون إني شاكو واقدي تقول دي واقدي لنا من نوضو سارة من دول سارة دو بركان واقدي أمو لكن عيدك النبي نرجع كان النبي كان جير يو دويا ليني ابن عساه وان الرح سابه 36 لصدمي جاء واقدي ليني 48 أفرتمي تقوى واقدي أدوسان قبضني وانا دوب شاقيني إلى بواد يجون ثم بعدها سون قزا ربي ربي اندولي إلى بواد الدول ثم بعد اسم بدر بدرت دول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووجب وواجبك بويه تحول قبلة فول ديوسن اك ديوسني في نصف رجب جي شعبان نسكي ساكيس شعبان كي قرا صوندر قرا كن وين سنت غرتي بويه شاقين وانا رمجيرا النبي في صحاباني جنّا جامي مدّا جامي أشوفه ليه فتبيت المقدس
كوراني جكوراني شهر أيضا 16 شهرا جكوراني شهر أيضا أو 17 شهرا أكسون أيضا لم لم نقول يوم يهان كفر السلام شبه رفوا جيس أبيته جكوراني جها جكوراني تربا لا شو رواه سهل قنوف من بعد ذي العشيرة نبي قرر بدوم صلى الله عليه وسلم من بعد ذي العشيرة يا إخواني أرادوا سواني سين بوتي يوم بوتي من بعد ذي العشيرة يا إخوان يشوف من بعد غزوة ذي العشيرة وأنا نبانو يشوني بدرين خلاصونني نهضاتي من بعد غزوة ذي العشير دولانك ذي العشير بعد سبوت عشيرين لاني عشيرا لين لاني يقال عشيرا لين لاني بعد اي سيدات بعد اي سيد يتوني بعشرة ايام يقول رجل اقصر الرافت نبي ربي بين صلى الله عليه وسلم وفي يومي نبي ربي يوم بي في جماد الأولى إيه فلان قد أقام لهم نبيك صلى الله عليه وسلم فلان إني ينبعون أنا متى أقام لهم نبيك ربي صلى الله عليه وسلم جاء قرر قذف كان يو القنيني من جماد الآخرة وأنا الشاقيني من بعد ذي العشيري من بعد غزوة توي بعد أغرتي دولانكي ذي العشيري سون مال بانا يجوني بدر الأولى أنتونيني وانا سينتا هذه من بعد ذي العشير كانتات يا إخواني أبو ليانكي وفرض شهر صومي جسو مال لي واجب ساني ساكا واجب ساني نمرا واجب ساني كفرق دوشاني في شعباني كانتات أكثر شاقين وانا دي إلى ربك وعلى سبحانه وتعالى ولقد رسلكم الله بدري وأنتم أذلة أنا ما تم وأن تمجروا تحول قبلة في نصف رجب لأني من بعد غزوة توي دولنك ذي العشير بعد عيسى يجوني أن بدر الأولى بدرين أم بدر قرار أنسوني لو كان بدر صغر نريف أنسوني وأنا زين تلقى زين بوتي يوم بوتي من بعد غزوة ذي العشير بوتي من بعد غزوة ذي العشير فلا قرتي ذي العشير لأن دولانك بعد دولانك سني بوتي سن بوتم يا إخواني أبو ليانكي أقسم خبرنا يا إخواني أبو ليانكي ها وفرض شهر صوم دي رمضان الله واجب سك واجب سني في شعبان كيتي اكسلم يجوني من السنه الثانيه للهجره قال لما يسو الهجره رجني كان دي رمضان الله واجب سن صوم سنه مرت ما ام غرام دي بعد ما صرفت القبلة الى الكعبه اي قوم قبلة الكعبه دي بسني بشهر الهجره رجني كلام ما يسو ما لم واجب سن وكان ذلك في شهر شعبان قافسوني شعبان كيس شقت يلقب شهر زيد مهم لقب شاقين من بعد ذي العشير يا اخوان لبيته ترى مرموان دور يور مرمان ورا تاب دائما يفوتن اما والغزوه الكبرى دولانكي غدا يجون وهي الاولى الغزوات الكبار دولانكي نبي قال غدا كخراكنا التي تا أولكي ببدر بدرتي سنني في الصوم جسومك في شهر الصوم في 17 إذا جسوما كوري تربة في سابع عشر الشهر إذا جسوما كوري تربة كان دولانكي بدر قدان كان بوي ولقد رسلكم الله بدل ربي سبحانه وتعالى أولكين تكاكسين من الجنب يسون بوي كقالدين قريش لك شهد كفار قالدين بوي بيتا قال الملة الكفر على ملة واحدة لقالدين وليبوتتا نبا وان قريش بوي
وجا خرابك النبي صلى الله عليه وسلم سببي سا أرنتين تونيني إلى النبي ربي أكبر تا كفر كل شكاني تجارة إيشي سفرية مش شامي قد تشات منك كان دورك جثة كا أبو سفيان تيجا جرا وري غلف دوباني تناف النبي جنب أي شيء نتا كابو كسابو فرده أول كود داري النبي جنب أي قال أبو سفيان تيجا سندك غافس كفارة إني جث قرش داري باي إيدين كود داري كثيرة كم باتام لما أكن النبي ربي إيشين جا لام تونيف كا إيشين جا بيت بعديه بونا كشي كان بونا وري بونا كشي كان أبو سفيان فانا نادرين كي أرجعتنا أدور أرجعتي إنه يتملا أشي بحرية الجيتلة نبي ربي تي مشركين تعرف ما قلت بوثرة فلان أني نعترت بدرنا فلان فلان بيت سوق وتسوقي تأيليني تكرت أيلين أنا ما دوب قوش ورودو ربي سبحانه وتعالى أما فلك وفاني كفار وقلت جو قرني أنا ما ربي مسلمين تقوله النصر المبين وأنا زمان الكفار قال لي نجبت شر هزيمة شاب كبير تكفار لك كشي تقول لي تبوي شاب كشي تبوي وعدوا وكتافهم للمؤمنين فارين هذا قرموسي مسلمين تكنت دوك دون مكة كنت دوك دون مكة كنت زين ديت مسلمين تن يأسر المسلمون منه فريق قام توك قام قري بوجيت ويقتلوا الفريق قام اللفت ترباتهم قبت ترباتهم اللي راجيسي وانا وياسوني وري بيتا قرقودة وقتل كثير من أعيانهم وكبرائهم وأشرافهم في هذا يوس قال يتشون قافزون أما قال لهم قرشة تنقوا ياسين قرقودة وزيراوات جيسو ما ويوسو نعم كان في 17 في شهر صوم أرانتو سنقول يا كم بود إيشيجيسو ما جير رمضان غوراني غوراني تربة أرانتو تنبود ربي مسلمين تقولي قال لي ربي دولي سبحانه وتعالى يا رس أبو جهل أنا قد أكان فرعون هذه لوما نبي أبو جهل أتوبة تابن ربيعة شيبة ولد أتوبة ما قال لي أنت وسوار تنبل وسوار تنبل ورنا نبي صلى الله عليه وسلم على كان نبي كأنه أقول دورته أن كاني كابوريا أركي بو فجراتو إبلا قرتي أربع يسوع فجرات أيانا مسار أو كبراء هؤلاء إبلا أربع يسوع فجرات إبلا أربع يسوع فجرات فلو نبي نجى كان إن جاب يشوف جت أكرت إمام البخاري كي قالوا كما ثبت في الصحيح إمام مسلم وين قد يندوف أكرت رقم كم توقف لي بتربة تربة تام يسأل تلو فين هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان فما أخبى أحد منهم على الموضع الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم تك نبي لم يرد أشير أوت مسلمين تين قالوا مروق قدرت أنا إمتى قدو تكاني أنا بوجو بيا سنيني وكان ذلك يوم الفرقان بيا يوم الفرقان بيا ربي حقي بدل الرباس يوم الفرقان كربي مقيسين سبحانه وتعالى قرآن كسر ربي مقيسين لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل وعز فيه المسلمين حقي بدل ربي الرباس قال لنا سلك شيء تعالات عليك وتو إم ببود وعز فيه المسلمين مسلمين ربي نعزي قال لي له وأذل الكافرين قال لي ربي دل قيس وأصبحت للإسلام هيبة وشوكة ورهبة في قلوب الأعداء والخصوم ورسل بينكم عذابه يشوف ياسون شوكم ولينا غرتي خشم وياسون لي يوم في صوم في 17 شهر دي صوم كبوت في 17 شهر إيشي غرتي يجيكم أي تربة يشوف اليوم 17 من شهر الصوم شهر رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة إن شاء الله رمضان تقرتي على أول روتي قولوا تقول إني قالوا ردبين وإذا عندكم الله وحجة ضعيفة ربي ميغا خبرنا وقت ربي رساني يا بوهي ويعيدكم حجة ضعيفة أنها لكم وقشين سيداته وتبدون أن غير ذات شوكة دوب قوشي بيت واني بيكانيني قافص إلا أني قرن نبيك في صحابان قوشي الدنيا تاريخي قولتت قافص من اللي بيتا نخانك مروك مولا خانك جلا نم قولتت وان بيكانيني أجن خارج جياس سديس ونلت إلى تينقذان في ميدان المعركة أجن ارتسوتشون أجن ملا إني بوجي ور سوال الله سوني بوجون الرقم نم جرا أجن تاتي نبي كرا بيجي سون ترباتا متى أركسين قال لي شو يقول ترباتا متى أركسين سوني بيجي أجن تا قال لي رابطه ترباته ما قباني ايشي امو غيا قدامتي غوشي تقول لك ايشي سبب انت كايشي ما نجرت سبب سببي يونو دقطوني وقت سني قري
nabiga rabbi gaalidana iraga butanayde dim orisin yatunkan safari bunakan illa sahaba isiti namdul orisina ke sagabasi minisi mora mina mora ke sagabasi kafu jarri zamana mora tu sumbu yo mire ji ramadana ke guya arantu sumbu de leni guya gumala yo mul jumaa lan furashi tibu de len badar jeish ramana moq wabul jeishana dani sahaban di bisati fu isati de non ubba gabasin gali dilen akuman getran amma yukan ibisa gali fi shantam sabi len sababan ta munaqsu rabbilawati de gal kilen guya jukubata buere wallahu subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala.